أصوات. تدريبي عواطف نائبة أمين المالية لجمعية رياد الأمال. المهمة ديالنا في هذه الجمعية أننا نحاول نساعد الأشخاص اللي في وضعيات شارع، نحاول نساعدوهم باش بولي غيانسيغي، إعادة إدماجهم في الأسر ديالهم أولا إذا كان من الممكن، أو سينو إعادة إدماجهم في المجتمع. وهذا طبعا كيتطلب جهود مادية مالية، فلذلك احنا في المهمة ديالي أنا وديال الأمين المالية هي جمع تبرعات، البحث عن متبرعين وعن مدعمين. بما أن الجمعية يعني ما عندهاش واحد الصيت، ما معروفاش بزاف، لأن ما عندناش الإمكانيات باش نديروا لها الإشهار ديالها، دونك كنطلبوا حتى الدعم الإعلام باش هذاك. الامكانيات اللي عندنا يلاه تنقدوا بها باش نخلصوا وندفعوا الاجور ديال المساعدين ديالنا، لان ما عندنا شيء دي بينيفول، عندنا دي سالاريي فيكس افيك دي سالير فيكس، دونك خصنا ضروري نجمعوا لهم هذا ونقاول باش نقدر نوفروا الاكل للمستفيدين من الجمعيه. واخا شنو رسالتك انت للناس؟ رسالتنا سيدي هي دابور انه هاد الاشخاص هادو ديجا الظروف ديالهم صعبه، والظروف ديالهم والحاله الاجتماعيه ديالهم والظروف هي اللي خلاتهم يخرجوا للشارع، ولكن هاد الناس راه ما خصناش نهمشوهم، راهم مننا وفينا وعلينا، محسومين لينا حنايا كمجتمع عربي اسلامي اللي معروف بالمساعدة الجار والأخ والعابر السبيل، يعني كلهم محسوبين علينا. فاحنا المشكلة لقينا واحد المشكلة عندنا مع الناس اللي ساكنين جنب المركز، أنهم ما بقاوش بغاو يشوفوهم. الفات أننا نبعدوهم راه ما كنحلوش المشكل، الفات أنك تعامى او تغض البصر عن شنو واقع لهذاك راه ما كتحلش المشكل، بالعكس خصنا نحلو عينينا ونشوفوهم ونستقبلوهم في وسطنا باش نقدروا نساعدوهم وباش نقدروا نقصوا او نقللوا من هذا المشكل اللي ولينا كنشوفوه بزاف في المغرب، وبالاخص في المدن الكبرى كالدار البيضاء ورباط ومراكش، اللي ولا هاد المشكل هذا ولا بزاف، وليتي كتلقى بزاف ديال المتشردين، فيهم بنات فيهم ولاد فيهم رجال كبار عيالات. فما خصناش نتغاضوا عليهم ونبعدوهم عنا ونقولوا راه صافي الامر، يعني لا، خصنا هذا هو المشكل، لان ما بقيناش قادرين نلقاو الناس في قلبهم ديك الرحمه، يعني حتى النظر الانسان متشرد حوايجه مقطعه موسخ او شامم او واخد مدمن على شي مخدر او على شي شرب، ما بقاش قادرين يشوفوهم. لا، حلوا عينيهم مزيان ويشوفوا هاد الناس ويواجهوا هاد المشكل هذا، انه مشكل موجود وخصو الحل. الحل هو طبعا بوجود الجمعيات، فلازم نساعدوا الجمعيات بوجود مراكز، يفو دي سنتر داكوي، لان ماشي غير عطي الاكل. حنا طبعا جمعيه ريال الامل بدينا تنعطيو الاكل في هذا الهدف باش يجيو يلقاو اكل، طبعا روبا اكيليبري شو دون ان سنتر داكوي شالورو، اللي فيه الانسان اللي غادي يقدر يحس بناسو انه رجع بني ادم في واحد الفتره قليله، لان عنده قوانين اللي خصو كي دو ريسبكتي، سو سون لي ريغل دو سونتر، اصافوار يغسل يدو يحيد الكاسكيت ديالو، يعني تيرجع انسان ترجع لهيومانيتي ديالو فواحد الظرف قصير اللي هو فيه. هذاك هو اللي كنا كنتمناو باش نعاود نرجعوهم ونجلبوهم باش كيلقاو في واحد ليكوت من عند لي اسيستون سوسيو اللي كي نورمالمون كان خاصهم يعني يتابعوهم ويأطروهم باش اعاده الادماج. هذا واحد المشكل عندنا ثاني في المغرب، لان ما عندنا شيء دي اسيستون سوسيو كفء متكونين بعدد اللي يقدر يبو ريبوندر او بيزوان دو توت لي اسوسياسيون في المغرب.
دونك واحد هذا خصنا كجمعيه كنحسوش بنفسنا اننا كملنا المهمه ديالنا، كاننا كملنا الواجب ديالنا، يعني بالنسبه كواجب في اتجاه المجتمع المغربي، المجتمع ديالنا ككل الانساني، لانه تتعطيه الماكله وإلا ما درتيش المتابعه كانك ما درتي والو. وباش نقدروا نتابعوا ونساعدوا هاد الناس لاعاده الادماج ديالهم، خاصنا انا بيزوان دو سنتر، خاصنا مراكز، ماشي غير توكلوا وتسمعوا وتعاود تطلقوا ثاني للزنقه بحال ما درتي والو. خاصو المراكز فين اللي تقدر دير فيه باش نساعدهم، خاصهم المراكز اللي يقدر يتعلموا فيهم يا الدراسه يا يرجعوا يقراوا يا يتعلموا شي صنعه، خياطه، نجاره، المهم. عندنا حنا اون في دي اتوليي اون 2019 اون افي كومونسي دي اتوليي ديال الرياضه، منهم الفوتبول كيمشيو من افيك لان دي اسيستون سوسيو كيمشيو تيديروا الرياضه، تيجيو لهنا تيقدروا ياكلوا وتياخذوا اون دوش في لو سنتر. وبالنسبه للاخرين كي سون اورينتي فيغ لار سيتي لا ميوزيك، تيجيو هنا في لو سنتر ايز كومونس ابروند دو لا ميوزيك دو تياتر اوسي. ولكن بما انه الجيران ما بقاش عجبهم داك التجمع اللي كيديروا لي بينيفيسيير ديال الاسوسياسيون، ما بقاوش بغاو يشوفوهم، يعني داك المنظر ديالهم ما عجبهمش، الوغ كما كيضر لهم حتى شي حاجه، يعني اللهم انهم كيجيو يتجمعوا واحد الفتره بما يتحل لو سونتر ياكلوا او ملي كيساليو من لو سونتر. بما ان هذا ما بقيناش قدروا يعني نتابعوهم ونصنتوا لهم ونشوفوا حاجياتهم ونشوفوا المشاكل ديالهم ونحاولوا نحلوها ونساعدهم ونعاودوا اعاده الادماج ديالهم. فالطلب ديالي انه للمجتمع ديالنا انه هادو بناء اولادنا وبناتنا، ولازم نشوفوا فيهم ونفكروا فيهم وما نجاهلوهم شيء.